طيب اذا كل دول الانتخابات عملت مده 4 سنوات هذا بتاخد انتخابات بشكل مستقل ولا ممكن انا باخد بشكل مستقل؟ مستقل. تمام. وانت شايف الكرسي الرئاسه مين انسب ليه او هل لا لو المهندس هنا بريد هينزل انسب واحد لكرسي الرئاسه بالرغم ان في اختلاف بين يعني في اختلاف وجهات النظر في حاجات كتير لكن انا شايف ان المهندس هاني ابو ريده انسب واحد لكرسي الرئاسه لو هو قرر انه ينزل لو ما قررش انه ينزل يعني ممكن اطلع ممكن اخش انا على كرسي الرئاسه اه طب لو كنت هنزل اخش على النائب ولا اخش على العضو والله بص انا علاقتي كويسه جدا بالحاج محمود الشامي هنقعد مع بعض ونهتف لان انا بحب الايه الهدوء وبحب نشتغل في هدوء وانا اشتغلت مع الحاج محمود الشامي قبل كده وكنت سعيد جدا بوجوده والراجل كان محترم جدا يعني فانا هقعد معاه قعده ونتفق اللي هنتفق عليه انا وهو راجل لراجل كده اللي هنتفق عليه هنقوم بنفذه انا راجل سعيد ليا كلمه اما بقول ما لو على رقبتي مش هرجع فيها إذا تنافس شوبير وأبو ريدة على الرئاسة مين اللي هيفوز؟ أبو ريدة تمام. طب أنت شايف إن ممكن شوبير يخش الانتخابات ولا هو يفضل عمل إعلامي؟ معرفش والله اسأله تمام. طيب أنت خدت بالك من لف النادي الأهلي؟